نشكر الرادود جعفر عبد الرضا على مشاركته الفعالة الذي أتحفنا بصوته الولائي، ونتمنى له مزيدا من التوفيق في خدمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن فجاء دور المسابقة. المسابقة هي عبارة عن 12 رقم، مثل ما أنتم شايفين المسابقة هي عبارة عن 12 رقم كلهم باللون الأزرق. أي واحد يختار رقم يطلع للون الأحمر، وبعدين إذا تم اختيار رقم يصير باللون الأبيض. المسابقة هي عبارة عن أسئلة بسيطة عن سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متباركين إن شاء الله بالمولد. الله يبارك حياتك. جاهزين إن شاء الله حق المسابقة؟ إيه جاهزين. تعرفون شروط المسابقة؟ إيه. تختارون رقم؟ أوكي. عندك من واحد؟ 12. إيه. السؤال يقول: من هما سيدا شباب أهل الجنة؟ الحسن والحسين. ما أسمع. الإمام الحسن والحسين. أحسنتم، بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. بيتواصلون وياكم إن شاء الله اللجنة الثقافية من ماتم الحج حسن العريبي. شكرا، الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. وليرى الحزن فارقنا هالليلة، ولا يرد، والدعاء مقبول هالليلة، ولا يرد ولا يرد ولا يرد، والبخيل اللي سمع صوتي ولا يرد. من صلي على النبي خير البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. هلا والله. أنا مسك بالنور. متباركين إن شاء الله بالمولد. الله يبارك عمرك وتبع مبارك. الله يعودنا وياكم ان شاء الله في حال افضل من هذا الحال. إن شاء الله. يا الله يا رب. عارفين شروط المسابقه؟ اي نعم. تختارون رقم؟ اي نعم. تفضلوا. تختارون رقم، عندكم من 1 الى 11. تفضلوا. بس ما يطالي الأضواء. الأرقام عندكم من 1 إلى 11. 12 اختاروا. خمسة. خمسة.
5. السؤال يقول: أكمل ما يلي، أكمل ما يلي من الأحاديث المحمدية الواردة في فضل الحسنين عليهما السلام. ابناي هذان إمامان، أكمل. أحسنتم، بارك الله، أحسنتم، بارك الله فيكم. الله يرزقنا إن شاء الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. قولي يا الله. يا الله. الجائزة إن شاء الله تحصلونها وتتابعون مع اللجنة الثقافية ماتم الحج حسن العريبي، بيتواصلون وياكم إن شاء الله. متباركين. ولايتي لأمير النحل تكفي عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر فكيف النار تكويني. صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا. اهلا فيكم، متباركين؟ متباركين ان شاء الله. اهلا وسهلا، حياكم الله، متباركين بهذه الليله. حبيت احييكم على البرنامج اللي بثيتونا لنا لايف، واستمتعنا جميعا الصراحه، وخليتونا نعيش اجواء الناصفه في بيوتنا. الله يعود جزيلا. الله يعودنا وياكم ان شاء الله، ويجعل ايامكم كلها افراح ومسرات ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، لا يعطيكم العافية. الله يحفظكم. عارفين شروط المسابقة؟ إي نعم، عرفناها. تختارون لي رقم؟ 3. رقم 3. نعم. سؤال كلش سهل، سؤال كلش سهل. عدد 3 من ألقاب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. الزكي، الناصح، الولي، الصبت الأكبر، سيد أهل الجنة، الحجة، البر. ما شاء الله، ما شاء الله، الإجابات بيرفكت ما شاء الله. ما تقصرون، الله يعطيكم العافية. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله، في أمان الله. الإجابات طبعا أختنا ما شاء الله ذكرتهم، معظمهم من الألقاب هو المجتبى، السيد، الزكي، ريحانة نبي الله، سيد شباب أهل الجنة، الصبط، كريم أهل البيت، الناصح، والولي، والصبط الأكبر. عندنا اتصال ونقول ألو. مرحبا. طبعا مسابقة كريم أهل البيت، ما ننسى الداعمين إلى هذه المسابقة. الداعمين هم مطعم سيزونز ونوشا جان، نشكرهم شكرا جزيلا وجزيل الشكر والعرفان لهؤلاء الداعمين. في عندنا اتصال ونقول ألو. مرحبا. اهلا وسهلا غفران. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير، متباركين ان شاء الله بهذه الليله. متباركين ان شاء الله بهذه الليله العظيمه، ليله كريم اهل البيت. الله الله يبارك فيك.
والله يعودنا وياكم ان شاء الله في حال افضل من هذا الحال. وياكم. جاهزين حق المسابقة؟ جاهزين. تختارون رقم؟ ايه. تفضلوا. رقم 9. رقم 9. رقم 9. ألف 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 مبروك، ألف ألف مبروك، حصلتين جائزة فورية بدون سؤال، حصلتين جائزة فورية. طبعا احنا عندنا في المسابقة الكل فائز، الكل فائز هذه الليلة، ليلة كريم أهل البيت، ليلة العطاء، ليلة الكرم، ليلة الجود. إن شاء الله يتواصلون وياك اللجنة الثقافية ويتواصلون وياك إن شاء الله بخصوص الجائزة. أوكي. في أمان الله. عليا 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 علي ولا لك يا علي. زينوا مجالسكم بذكر علي. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى بحسنين فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنين. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تبندون بس ما عليكم أمر التلفاز عشان تسمعوننا واضح. يقصرون على البث بارك الله فيكم عشان أسمعكم واضح. اللجنة الثقافية الأستاذ عاشور تفضلوا. مساء الخير. عليا 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 عليا. تبندون بس البث عشان تسمعوني واضح بارك الله فيكم. الفرح موصول بنصف رمضة كريم الأحمد ونعمة الديان إله عادة وسعادة. مرحبا أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخيرات يا هلا ومستبع. اهلا وسهلا دكتورنا الحبيب. اهلا وسهلا. رزيك اخبارك. حياكم الله. الله يحفظكم. متباركين ان شاء الله جميعا جميعا ان شاء الله. الله يحفظكم دكتورنا الحبيب ان شاء الله. تختارون رقم دكتورنا الحبيب؟ رقم هو من كم الى كم؟ اعطني رقم 7. رقم 7. رقم 7. السؤال يقول: من الذي سمى الإمام الحسن بهذا الاسم؟ الله سبحانه وتعالى. أحسنت أحسنت. متباركين إن شاء الله دكتورنا الحبيب. والله يعودنا وياكم إن شاء الله في حال أفضل من هذا الحال.
يتواصلون وياك ان شاء الله اللجنه الثقافيه ويسلمونك الجائزه حبيب قلبي. ان شاء الله مشكورين والله يبارك فيكم والله يعودكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله، الله يسلمكم ان شاء الله، في البقيع ان شاء الله نتلاقى دكتورنا الحبيب. طبعا الإجابات هي عبارة: من سمى الإمام الحسن بهذا الاسم سماه طبعا بأمر من الله فسماه رب الجلالة بهذا الاسم. وصلي وسلم أنا انطر روح لأحبابي، وسلم وصافح راحتي بجفهم، وسلم يا رب العرش صلي وسلم على المختار وعلى بكل مسيا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم أم حسين. عليكم السلام ورحمة الله. متباركين إن شاء الله بهذه الليلة العظيمة. الله يبارك في حياتكم ويعودكم إن شاء الله في أحسن حال. يا الله الله يسمع من الله يسمع منكم إن شاء الله. تختارون رقم بارك الله فيكم. واحد لو سمحت. واحد والله واحد. إن شاء الله. سؤال كلش سهل. أين دفن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ في مقبرة البقيع. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا الإجابة صحيحة، الإجابة إن شاء الله الجائزة تستلمونها من عند اللجنة الثقافية لمأتم الحج حسن العريبي. طبعا مشكورين. الله يحفظكم الله يحفظكم إن شاء الله ويعودكم إن شاء الله في حال أفضل من هذا الحال. مقبرة البقيع حيث دفن إلى جانب قبر جدته فاطمة بنت أسد، ودفن إلى جواره الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، كما لا ننسى في هذه الليلة أن نوجه الشكر والعرفان إلى الداعمين مطعم سيزونز ونوشا جان، نشكرهم على إنجاح هذه الفعالية. الحسن من ينذكر في الكون اسمه، الحسن من ينذكر في الكون اسمه بريشة فن أنا الشاعر أرسمه، لأن الله قارن اسمه بسم مهجة طه والزهرة الزكية. مساكم الله بالخير أم سلمان، أهلا وسهلا. متباركين أم سلمان. الله يبارك حياتكم الله يعودكم. يا الله الله يعودنا وياكم ان شاء الله في حال افضل من هذا الحال. تختارون رقم ام سلمان؟ رقم واحد. تم اختيار رقم واحد، اللي بالازرق طالع عندكم معناته ما تم اختياره لحد الان.
2 سؤال من سيرة الإمام الحسن عليه السلام يقول: ما هي كنية الإمام الحسن عليه السلام؟ كنية الإمام أبو محمد. أحسنتم، بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة، وتأخذون إن شاء الله الإجازة الجائزة من عند اللجنة الثقافية في مأتم الحاج حسن العريبي. أبا محمد هو كنيته، أما اسمه يعادل اسم شبر ابن نبي الله هارون، كما يعادل اسم أخيه الحسين اسم شبير ابن نبي الله هارون. طبعا ناخذ الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام وصفة طبعك يشبه الكرار، وصفاك وصفاك آيات سور يا الحسن، وصفاك شفك كرم ليل نهار، وصفاك يا ديوان الكرام يا ابن الزكية صلوات. مرحبا، مساك الله بالخير يا زهراء. يا اهلا فيكم، مرحبا، متباركين بهذه الليله. اهلا وسهلا، متباركين بهذه الليله، ليله عظيمه، ليله الامام الحسن المجتبى عليه السلام. تختارون رقم اخت زهراء؟ بغيت رقم 6. رقم 6. اي نعم، رقم 6. السؤال جدا سهل، وأيضا من سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أين ولد الإمام الحسن المجتبى؟ أين ولد الإمام الحسن المجتبى؟ أي نعم، في المدينة المنورة. أحسنتم، في المدينة المنورة، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. الله يودينا وياكم إن شاء الله هناك، إن شاء الله ونزور هناك في البقيع يا الله. الإجابة هي المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلوات والتسليم. طبعا هذه هي الإجابة الصحيحة، وأختنا زهراء قالت الإجابة الصحيحة. ها أخوتها، ها أخوتها هبط جبريل بسندس الجنات، وإجت الأملاك من خلفه بتحيات، تهني المصطفى سيد السادات. وها أخوتها وتهني حيدر والينا، وتهني حيدر، اي وتهني حيدر، وتهني حيدر، وتهني حيدر والينا. اهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا، اهلا وسهلا ام علي. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، متباركين بالمولد ان شاء الله. متباركين ان شاء الله، والله يعودنا وياكم في حال افضل من هذا الحال، ونسالكم الدعاء في هذه الليالي المباركه. وانتم لا تنسونا ايضا من خالص دعائكم. تختارون رقم
أربعة. رقم أربعة. إن شاء الله أعرف سؤال سهل. ما عندنا خاسر، الليلة هي ليلة الكرم وليلة الجود وليلة العطاء، ما عندنا إن شاء الله أحد خاسر. سؤال، السؤال سهل. يقول السؤال: نزلت بعض آيات القرآن الكريم في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان فضلهم، اذكر اسم آية نزلت في أهل البيت تضمنت الإمام الحسن بن علي عليه السلام. آية الآية أي نعم، ممكن أن أقول آية ويطعمون الطعام على حبه. نعم نعم نعم، صحيح، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، أحسنتم أحسنتم. شكرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، آية الإطعام، وأيضا آية التطهير: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا آية المودة، آية المودة: ذلك الذي يبشر، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وناخذ اتصال، ناخذ اتصال ونقول ألو. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، اهلا وسهلا، متباركين ان شاء الله بهذه الليله العظيمه. الله يبارك في عمركم، الله يعطيكم جميعا، الله يعودنا وياكم ان شاء الله في حال افضل من هذا الحال. اهلا ام مهدي، تختارين رقم يا ام مهدي؟ رقم 8. رقم 8. هذا السؤال أوردي أنا قلته من شوية بس بنشوف. ما هو الإمام الحسن، ما هو اسم الإمام الحسن في التوراة والذي هو اسم ابن النبي هارون؟ قلته من شوية. ما اسم الإمام الحسن في التوراة؟ نعم. هل هو، أنا قلته من شوي إذا كنتون متابعين ويانا، أنا قلته من شوية. هل هو شبر أم شبير أم دانيال؟ شبر أم شبير أم دانيال؟ أعتقد شبر. أنا أقول شبر، أنتين وش تقولين؟ أنا أحتاج مساعدة صديق. أنا أقول شبر، أنتين وش تقولين؟ وأنا أقول شبر إن شاء الله. أحسنتم أحسنتم، مثل ما خبرناكم أن ما عندنا أحد خاسر هذه الليلة، ليلة الكرم وليلة الجود. طبعا تأخذون إن شاء الله الجائزة من اللجنة الثقافية في مأتم الحجي حسن العريبي. لا ننسى أيضا، يجب علينا في هذه الليلة أن نوجه الشكر الجزيل والتقدير والعرفان للداعمين إلى هذه الفعالية، فعالية إحياء كريم أهل البيت، والداعمون هم مطعم سيزون ونوشة جان. طبعا من ضمن الآيات اللي تضمنت الإمام الحسن بن علي عليه السلام أيضا آية المباهلة: فمن حاجك فيه. كم الأرقام اللي باقية؟ أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير، متباركين إن شاء الله بالمولد. مساء النور، متباركين بالمولد إن شاء الله. الله يبارك في حياتك، الله يعودنا وياكم إن شاء الله. تختارون رقم؟ إيه 9. عندك 10 وعندك 11. أوكي 10. 10. ألف ألف
ألف مبروك، حصلتون جائزة فورية. مشكورين، متباركين إن شاء الله. الله يبارك في حياتكم. متباركين، الله يعودكم إن شاء الله. تأخذون إن شاء الله، بيتواصلون إياكم اللجنة الثقافية ماتم الحج حسن العريبي. عليا علي، علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحايا إذا اشتد الحراب. صلوات، اللهم صل على محمد وآل. حيا الله أبو علي. حياك الله وأحياك. أهلا وسهلا أبا علي، متباركين حبيبي. متباركين جميعا، وعاده الله علينا وعليكم باليوم إن شاء الله بحال أحسن من هذا الحال. أحسنت حبيبي، والله يكشف عنا هذا البلاء. قول يا الله. يا الله جميعا إن شاء الله. تختار رقم يا حبيبي يا أبو علي. ما في إلا 11. ما في إلا 11. يا الله يا الله يا أبا علي، يا الله، ألف 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 مبروك، ألف مبروك يا أبو علي. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويعودكم جميعا. تستاهل، تستاهل حبيبي. الله يسلمكم إن شاء الله. تستاهل يا حبيبي. وختاما نشكر الداعمين لهذه الفعالية، مطعم سيزونز ونوشا جان، على إنجاح هذه الفعالية. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن السيد الوصين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه، عشت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي، اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآل الطاهرين.